الأضحى الأضحية هي الأساس. اليوم نزلنا على الشارع لنسأل الناس إذا بيحبوا يضحوا بالبيت ولا بيفضلوا يضحوا برا، وشو اللي بيريحهم أكتر. قصتك بتذبح بالبيت لما بتحب تضحي ولا لا؟ إيه. ليش؟ شو الفرق؟ والله هي فيها متعة، يعني لما بدي أوصل مثلا من مكان ويجيني مذبوح جاهز ويتوزع، في فرق بأنك أنت تستمتعي بينك وبين أولادك وأهلك أنه تذبحي لهذا قدامك، فيها شوي متعة يعني. مرة بالملحمة أكيد أو بالمسلخ يعني. ليش طيب؟ أنظف وأخاف وأريح هيك أشياء. إذا حبيت تذبح بالعيد تحب تذبح بالبيت ولا بتحب تذبح بالملحمة؟ لا، إذا كانت الأمور ميسرة بالبيت. ليش؟ إلها نكهة، إلها بهجة أحلى. الفوارغ والكرشات بتخليهم لو توزعهم لما تذبح بالبيت؟ لا بوزعهم. ما بتحبهم؟ لا بحبهم، زكيات الكرشات. طب والفوارغ؟ والفوارغ لا احنا بناكلها، اي الروس والفوارغ والكرشي والهذا. والله انا ما بذبح كل سنه، يعني ما يكون الله رزقني، يعني الحمد لله في فوائد بذبح برا، يعني انظف واحسن، وما بحب عني اجواء الذبح بالبيت. خلص حتى الكرشات الروس الجرين هذول كلهم ما باخذهمش، بس باخذ اللحمه عشان بالبيت ما في حدا باكله. يعني هلا بتسوي لهم الكبده المعلقه دوب ياكلوه، يسوي لهم كرشات وفوارغ ما بحبوش الجيل الجديد. اذا حبيت تضحي بتضحي بالبيت ولا بتفضل انك تضحي بالملحمه؟ لا بضحي في البيت. ابرك احنا بنعتبر احنا شعب يعني مجتمع فلاح. الفوارغ والكرشات بتخليهم لو توزعهم؟ لا بنوزع. ما بتحب تطبخهم؟ لا بنوزعهم يعني مشان الاجر كمان، وبنوزع لحم بالبيت. والله ليش؟ لانه افضل، عرفتي؟ بجيب لحم فبذبح الذبيحه وبنوزعها باكياس لمحتاجين. بالي في البيت بضل احسن هيك، وتوزعيهم على الناس اللي بتعرفيهم وعلى معارفك بضل افضل. اذا حبيت تضحي بتحب تضحي بالبيت ولا بتحب تضحي بمكان برا البيت؟ طبعا بالبيت. ليش؟ لانه عادات وتقاليد وهيك متعارف بين الناس كلها، يعني مش مني انا شخصي. لا هاي عادات احنا بالبيت. ليش طيب؟ هيك احنا ابوي الله يرحمه يعني كان يصحينا الصبح نشوف الضحيه كيف تنذبح، ونشوف اللحمه ونشوف الضحيه وهي تنذبح قدامنا. والله بالبيت. ليش؟ البيت افضل عشان الاولاد وفرحه البيت والاولاد. بس اذا ضحيتوا بتحب انه تضحوا بالبيت ولا بتحب تضحوا برا البيت؟ لا برا البيت. ليش؟ احبش انا اللحمه ولا ريحتها.